كلمتنا اليوم للغة الإنجليزية whelm. التغطية عاطفية أو معنوية، هي أن يغمرك شعور ما. فأقول مثلا I am feeling overwhelmed with fear، مثلا أنا طغى علي شعور الخوف وجمدني overwhelm. فلما نقول overwhelm يعني يطغي عليك شعور طغيان تام يخليك ما تقدر تتحرك، تتبرجد. رجد باللغة العربية الفصحى يعني ارتعش، وإحنا في لهجتنا نقول والله تبريت، يعني إن الواحد تحنط من الصدمة overwhelm. ولكن العكس underwhelm يعني إحباط. مثلا واحد راح فيلم هو كان يظن انه راح يكون اروع واجمل فيلم، ولكن اكتشف بان الفيلم طلع جدا سيء underwhelming. ممكن نضيف عليها ing، ممكن ed. فهذه كلمة اليوم. نشكر مريم ويبستر اللي علمنا الكلمة، واي كلمة في بالكم مو فاهمينها اشرحها لكم. لا تنسوا المتابعة لتعلم اللغة الانجليزية باستمرار، وتفضلوا باليوتيوب.